مساء الخير على كل الناس في كل مكان، صحرا كان او بستان. محافظ الاسكندريه هاني المسيري في لقاء خاص جدا في خلاصه الكلام مع خليل والشناوي. حابين نعرف تقييم من حضرتك على الفتره اللي حضرتك مسكت فيها اسكندريه. تقييم شامل صعب جدا. اسكندريه ما شافتش شارع زياده من 15 سنه. الملفات الاجرأ والاهم. الحكومه مركزيه جدا، ده بيقال على محافظ انه رئيس الجمهوريه. يتحدث عن حياته الخاصه والعمليه. هي مهمه صعبه عشان تقبلها تكون حول انتحاري بس مقاطع. دي المره الوحيده رفعت سماعه كلمت وزير الماليه وقلت له بص انا مش هيموت على ايدي حد. وفي الجزء الثاني الراجل المصري الوقت ده باصص لبره، هل العيب من الست المصريه ولا العيب فيه؟ من خلاصه الكلام مناظره بين اربع فتيات من جنسيات عربيه مختلفه. عشان واحد يتجوز واحده حلوه لازم يكون رجال كتير واثق من حاله. حول علاقتهم بالرجل. عندنا في الاردن بقى الراجل بيجيب كل حاجه، الست ما بتجيبش حاجه. ورؤيتهم للغيره والخيانه. بس مبرر لا ممكن اقول لك نزوه لو بحبه هسمع. والخلافات الزوجيه لما جوزها يبص بره الومها هي عشان فيك حاجه غلط. خلاصة الكلام سلام. فقط وحصريا في خلاصة الكلام مع خليل والشناوي الليلة 11 مساء على الحياة.